Hello, welcome back to a new vlog. مرحبتين خطوة عزيزة معدين من غير فيزا. شقالكم في شعري؟ شقالكم في التعطوشة؟ أما إن خطرني نحبكم وما نحبش نخوفكم. شعملكم هكا ونطلعوا شوية للشمس للضوء باش نرمو نشوفوا بعضنا بالباهي. خطر هكا سيبا سيريو. مش بحدا سيري جيتها طرف حلو باش نمشيو نذوقوا الحلو مع بعضنا. هنشوف فيتاميناتي واموري تحتي تري تري بيان تحتي تري امبورطون تاكيو تاخذوا فيتاميناتكم. في اللايف تاع كنا في انستغرام هزيت شعري الفوق معناها عملته هكا كل شيء قررت من بعد لي جو سوي تري انديسيز ما عندكم حتى ادنى فكره كا سيتو ما عنديش اسانس في الكهرباء دونك يلزمني نصب اسانس في المرويح ان شاء الله في المرويح. قمت مفرعصه شويه سي با غراف سي با غراف عادي صعيب معلم احنا عبيد كها في بالي نمشي نعمل ضويفري تدخل نقرر اني نمشي نعملهم اخر مره معناها في اخر حاله سورتو كي دار لي يراك الجمعه الجاي دونك نمشي نعمل تركت ويلو برشا جو سي با بو وكهو وبس يا جماعة الخير حبيت جوست نعملكم ان كوكو نبداو البلوك خاطر انا ما كانش في بداية البلوك كأنه نسيت شرحت طولت في السنين طولت في التويل كهو هذه كهو جيت نسأل عليكم نيخو في اخباركم وهنا مع بعضنا في فلوج جديد وربي يفضلكم ليا وربي يخلينا لبعضنا شبيني جاي بون نوفيل ما جابوني على الفيزا هزيت البارح بعث باسبوري دونك سافا بروندر 2 3 سمان قبل ما يبعثوا لي نعرف اون كونيسون جماعه سافا بروندر 2 3 سمان دونك ان شاء الله قعدت دونك ان شاء الله على قريب نجي نطلع عليكم نسال عليكم نشوف اموركم ان شاء الله كي باش نهبط لتونس باش نعملوا برشا حاجات مزيانين مع بعضنا قلت ربي السميع العليم كهوا وهذيك هوا حبيت جست نقول لكم اللي سي بون قدرة ربي وراقي امورهم تتحل وتتحسن وورقة كركر ورقة وفرحة كركر فرحة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هكا هوا انا نشوف بلان بيزو وكهوا بونجور Mon ami, bonjour. What's up? What's going on? شنيا أمورك؟ شنيا أمورك؟ شنيا دنيتكم؟ وريتكم أنا جو بونس البيت البارح ولا ما وريتكمش؟ أما بيتي في الويكاند؟ I really can't معناها ما نجمش. To be completely honest معاكم اللي الدار كلها هكا اللي الدار في الويك تولي خربة انا مش عارفة باش نعمل لونفي نتاع اني نلم دار it does not exist اما I know I have to do it خاطر messy space messy mind هذيك هي باش نلبس هكا تفكروه السيت البلون اللي لبست اللي خديته من عند ان ان ستار باش نلبسو هو اليوم غنجيب اكمل حكاية حب اخبرها احنا سوا دونك باش نلبسو هو طقس بارد الدنيا ثلج الحال شتاء الحال برد وبرد قلت نجي نعمل لكم ان بوتي كوكو توحشتكم توحشتني فلوغي فهمتش فيني مانيش قاعده نفلوغي اوتون بريف جايكم يا البنات سيفت اول نهار السبت ان شاء الله عاد هكا جو برون مون كوراج ا دوما ونصوروا وان شاء الله هي بتقبل انها تمنتيه لنا في ليلتها خاطر باش نبعثوا لها بنهار الجمعه باش نصوروا الجمعه الصباح ونبعثوا لها الجمعه العشيه sinon we love Hiba and we don't want Hiba to be mad وهيبة تحطه نهار الأحد سي با غراف وقت اللي تحب هيبة هكا من تو قاعدة نطلب منها قدامكم توصلوا الصورة
حسيلو. دونك قلت لكم لحظه قلت لكم هاني اللي في بيتي اما على عيني حميتي كوا على عيني حميتي حياتي خاطر انا حاجه لطفه سيريسلي حاجه مش حلوه خلاص من حكايه عاد شنو هي اخر ش عندكم جديد انا سينو باش نحضر روحي في مرتكم مشي البرانش عندنا تجي هو باش يجيني قلقت من السويقه ان فيت قلقت انا اي ريلي قلقت من السويقه دوك باش تجينا فيري وهاني اقعد معايا لما البيت حصلوا الفلوج هيدا باش تشوفوه كان الجمعة الجاية خاطر ما كملتوش الجمعة هذايا all over the place زعما قلت ميسيلش خارجة باش نمشي نعمل ضويفري طويل ومش نورمال شربت شعري بديت خصافا ميدير مي سونتيغ نبدا لكم مبروك سنين دايما اليوم أول نهار في رمضان عنا احنا لهنا قلتلكم اليوم أول نهار في رمضان نتمنى بالصحة والعافية إن شاء الله لأن أختكم كا والحق نحس في روحي مورال صفر فيزيك مو صفر عندي برشا خدمه بالحق كعرفتوها ك it's time for vacation تعرفوا كلي it's time to take a break والله سي انكرويابل قد يجي هكا ناتورالمون خاصي دونك خديت half day off خاطر كيما قلتكم النفسيه مش ولا نبض الدنيا كلها مش ولا بون مش مصبا واحد زيادة اما هاني قلت لكم بالحق وقت بوز معناها ما اخر مره خديت بوز في جان في كل فيفري مارس باش يكمل من ناحيه الاخر افريل معناها واحد باش يخوب بوز تعبت والله تعبت البنات نحس في روحي كاو دونك سي سا وي ويل سي هاو ثينجز ويل جو بون كشوشه اللي انا فيها غلط بار كونتر هكا نشدها بهذي اللي مشينا نجبد منها الشوشه يلا سي يو ليتر كوكو شبيني عندي برشا على الفلوك وليت اون فيت ننسى عندي السهوه قاعده نلم في الكوجينه هيا حالتها حليله لا اراكم الله مكروه والله البارح تلمت راه ما كانتش هكا هاي نلم ونرجع لكم
عملنا الكوجينة نيمناها الحمد لله خاطرها كانت حاجة رعب اللطف رعب اللطف هذا بركة باش نقولها لكم على على رمضان خاطر جاني جدني برشا كم كيستيان جوش بيك ما تورينيش ماشي انا شبيك ما تورينيش طولتك شبيك ما تورينيش ني طيبت راه حتى العويم اللي فاتوا ما عمري ما كنت نوريكم شني طيبت يمكن مره ولا اثنين شني طيبت وشني عملت في رمضان فهمتوا سيتي تري تري رار نمن اللي انا كل واحد ياكل اللي كتب له جو نو سوي با اون شين تاع كويزين ولا اللي هو معناها انا خليني نحطكم هوني لحظه برك قلت لكم مانيش اون شين كويزين ولا انا جو فوز انسبير باش 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 الطيب ولا نعطيكم دي ريسيت سي با دو تو موا انا بيرسونيلمون يجيبوا لي البنات جبت لي سيرين البارح جبت لي فيري اليوم سينو كونجلي ونطيب ولا هكا حاجه في ساعه في ساعه معناها دونك سي سا وبالنسبه ليا انا رمضان سي تري بيرسونيل معناها الريليجيون كلها سي تري بيرسونيل دونك ما تنتظروش مني باش تشوفوا كونتينو نتاع رمضان في رمضان معناها بنجي نوريكم انا شنو طيبت وانا شنو عملت دونك حكيت هذوكم الكل سي با موا راه مو عمري ديجا ما كنت هكا في انستغرام ولا باش نكون هكا دونك عامني ولا جو بونس على يوتيوب بين تونس وموريال دوكو ما وريتكم شيء سورتو سافرت فيه سافرت فيه مرتين رمضان كها مالا جوست هذيك اش حبيت نقول لكم قمت توا من القايمه نتاعي راسيو جافي ميغرين اختكم علاش وريتكم الطاوله الجديده نتاعي ولا لا هذه الطاولتي خديتها من بوكليغ يا جماعه هكا هذيك لازم نلقى لها حل مسيوز ما يلقى لي لها حل نحيها لي دونك مرة جاي نحب نبدل هذيك نحب نبدلها حاجة في البوا كليغ أكثر شوية سي با دو تو سنتخي راهو سي سي إكسبخي باش ما سنترتهاش أنا معاها محبهاش كالكولي كها دونك كل مرة خليني نحط كاسا دونك كيسكو جو ديزي كل مرة نبدل حاجة كل مرة نزيد حاجة نحي حاجة في الدار وكها شني مشيت البارح للزهراء خديت روبا نحب نوريها لكم حاب نوريكم كلكز ارتيكل خيطو ماشيين كيف كيف كان بعد حسيت روحي هكا سافا وميغرين نقص نوريها لكم من بعد سينو ان شاء الله غدوه احنا احد اليوم غدوه نصبح نخدم نعرفش قلت لكم ودائما انا اي نيد جو بونس في اللايف نتاع انستغرام حكينا فيه قلت لكم اي نيد بريك جايز بالحق اي نيد ا بريك ما عندكم حتى فكره يلزمني دي فاكونس لو بلو تو بوسيبل المشكلة فيش اللي انا جايتني شهر افريل نص ولولين عندي فيه اربع ايفين مونيت فات بيريود دونك سي فريمون مش نص ولول ثلاثه جمعات ولولين نوي سي سا لي 3 بروميير سيمين فون اتر تري تري انتنس اخر جمعه في افريل هو جمعه في ماي تنقص الحكايه ومن بعد اوب ترجع لي كلها اخر ماي فوالا دونك جا الحمد لله بيان سور حتى شقي ولا محتاج دونك نرتاحوا في الصيف نيخو دي بون باكونس جو نيخو باكونس طويله خاطر اي ام سو تايرد كا دونك سي سا وكلكم لاحظتوا عليا قلتوا لي اللي ليت اللي تشوفوا فيا هكا انرجي طايحه مودي سافا با هو راهو مش بمودي بقد ما انها انرجي و جو بونس سي دو لل اون بلوس ملي صاير معناها توا في حياتي برشا حاجات قاعده تصير سوا في انستغرام برشا خدمه انستغرام اي بي فما حاجه جديده قاعده تصير نحكي لكم عليهم تري بروشينمون دونك سي دو ا تو سا جو بونس فهمتوا تعب بالحق الحمد لله راهو اسمعوا بالحق ام نوت كومبلينينغ ردوا بالكم مش بالكم اللي انا قاعده نتدمر وانا انا قاعده نتافف على نعمه ربي بجوتو ردوا بالكم انا قاعده نحكي لكم قص عليا نحكي مع صاحبتي معناها نحكي مع ماي بيستيز فهمتوا الهذا بريود صعيبه يا صاحبي كتبش عليكم بريود صعيبه يا صاحبي اما ويا صاحبتي اما it's all worth it انا متأكدة جاءت في عيد ميلادي حاضر لكم في حاجة ياسر محليها على انستغرام ياسر جاءت
باش نبرتاجيها معاكم، خاطر كيما تعرفوني انا لساني ما تتبلش فيه، فمي ما تتبلش فيه الفوله. دونك جي فريمون هاد دو بارطاجي سا معاكم. بعد 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 عيد ميلادي فما حاجه اخرى جو لا بارطاجي ان شاء الله 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 فينغرز كروست. بعد ما بارطاجي هذيك نحب نعمل ايفينمون في تونس، دونك سا فا اتر تري اكسكلوزيف، باش يكون هكا معناها باش تكون حاجه مش نجي ونقعد ونتفرج في وجوه بعضنا. اي دونت لايك ذات تو بي اونست. دونك كيما شكون العباد اللي يحبوا يسرقوا افكاري تفضلوا، مش مشكل تسرقوا افكاري قبل العاده، ما نجمش نسكت خاطر فريمون جي ا دو بارطاجي سا معاكم. دونك بعد العيد هذيك باش تكون ان شاء الله نعملوا هكا ايفينمون نتقابلوا فيه نهرو فيه. عندي برشا مريتكم باش توحشتكم، عمني ونروح مره كازيمو مره في الشهر معناها ا بارتير من مارس. بتيت بتيت توا نتسمى بتيت برجولي. وقتاش اخر مره روحت؟ اخر مره روحت لو 14 ديسمبر، احسبوا 14 ديسمبر جانفي، 14 جانفي 14 فيفري، فيفري مارس، مارس افريل، افريل من حي المي معناها اخر مي هو فهمت 4 موا. سي بوكو هو راه كنت نروح انا في فيفري، في فيفري ولا في مارس ما باسبوري ما حضرش تو سامبلومون، ما حضروش اوراقي. اسمع قدر الله ما شاء فعل والف خطوه لتنجيزه وراهو سيتي بوغ لا بون كوت. برجولي انا بعد من الاول معناها كيما جي وش اوراقي وكيما ما حضرش كل شيء وبرشا حاليت ما خلطتش عليهم في تونس وجي غاتي. كي تا ابلي سي كي تا ابلي توا تكون برشا حاجات ما خلطتش عليهم وكل شيء. تغششت وتنرفزت وقلت علاش هكا ليترالي تزح، قلت علاش هكا صار معايا كل عام يصير معايا هكا. ومن بعد شفت العبره معناها، ومن بعد شفت علاش هذاك الكل، علاش ربي ما سهلش فيها هذاك الكل وما صارش بالحق راه والله. دونك تعرفوا شنو اجين الف خطوه لتنجيزه ليترالي، مش مشكل مش كيد ما كنتش كاتب اني نروح اي بور لا بون كوز. الحمد لله هذيك وعندي برشا ما حكيتش معاك في الخطوه قاعده نحل في قلبي هكا معك برشا حاجات. اما توحشتكم تو سامبلومون والله سي 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 غراف و سي سي فو بلوتو سي فو قداش نحس المانك نتاع اليوتيوب ونتاع الفلوغيت كي ما نفلوغيش وكي ما نجيكمش اون باي ويكلي بيسس ليترالي. توحشتهم انت زيدا، توحشتهم زيزو باش يجي بيانتو ان شاء الله. او تي بي دو لا غول اخ Non, désolée, noisette, mais tu pues de la gueule. Hassilo, bref. Et on a comme le hack. Quand des comme je me haline les hiéti. Quand des comme chaque. Quand des comme je me haline les hiéti, tout simplement. Qu'astrine ali a gorpti. خاطر أربع شهور ما روحتش لتونس بالنسبة لي غير أنهم حتى قبل ما روحتش ما حسيتهاش هكا جو بونس، ما حسيتهاش هكا مش عارفة قداش بلاصتكم عندي كبيرة كبيرة سي فو بالحق والله ما عندكم حتى فكرة قداش بلاصتكم عندي كبيرة هكا. برشا عباد يقولوا لي تي اوف تي جوست فولا ولا تي جوست ما نعرفش شنو اي بوغ توا بوتيتر. أنا برشا فيكم نقعد ونحكي ونقعد ونتكلم كي برشا فيكم كي ميكتبوليش كومنتير نقول زح وينهم البنات تي بيهم هكا. والله كان جيت نعرف اللي 100% عبيد يتبعوا فيا خاطر يحبوني وخاطر خاطر فريمون ريحان معناها فهمتوا. راني برشا حاجات ما نسكتش عليهم، انا راني برشا حاجات نتكلم ونقول اي ام غانا جيت ايموشنال حاسيلو بغيف بلور مي اش تجي تي بو دو لا غول جو مو ريحه فمها اللطف يا ربي حتى يجيبوها خلاص لنا حاسيلو بغيف. يلا يلا بينا يلا نانا نانا حبيبي يلا هاي نرجع لكم بعد. انا توا نمشي نشوف حاجه اخرى نتفرج فيها خاطر بما انه رمضان وما فماش دخول وخروج مع البنات معناها صايمين وكل شيء. والطقس البنات الطقس البنات باش نحكي لكم مش نحكي لكم مش باش نقول لكم حاجه تعيف دونك انت كنت تكمل عليك فهمت فريمون برك تخطف حاسيلو بغيت. يلا مش مشكل مش مشكل الحمد لله اتوت تي رجعت لكم.
خليني انت في الدو هذي لا يعمل فيا المسيو. لحظة بركة وجيكم ها وجيكم ادخل بتاذيه بيتلا مش نرمى وفيت انا قاعدة نحاول مش كل شيء كل شيء اما نحاول نبدأ نحي الدبش متاع سي اشتي لي معاش بنربسو برش اختي ما قعدت فيه شيرة ودبش اشتي فريمون ما قعدت فيه حتى شيء ديجا كسريو الكل ناحيتهم الروب القصر الكل ناحيتهم ان شاء الله في وقته نهبطهم ان شاء الله قبل وقته يا خايتي مش في وقته الزيني مشتي نهبطهم لوطه معناها مع الدبش مع الدبش السيف مع الدبش كي نبدل معناها بغي فهمتوني شنو قصد البنات فهمتوني شنو قصد قلت اونتروتون دخلت للبيت خليني نوريكم شنو جاني من شيء شنو شريت من شيء وكل عاده نحط لكم هكا شويه اسباس هوني نحط لكم فيه الترايال اب نبداو بالروب خديت روب كل عاده روب ميدي يا جماعه كلهم لحظه بركة بربي نحط هذا هكا بوتيتر ياب كوم ياب قلتكم كل عادة خيتهم الروب الكلهم يدي وفما حاجة خيتهم عم ناول خيت منهم سني ألوان أخرى هذا شنو هذا نخسف صابون بيرا صابون عنده شو نحكي لكم قحويجي البيتا ذي بالنسبة لي أنا دي بغا نحط فيها كل شيء جفرة باش تجي كما قلت لكم قبيل آخر شهر أول شهر جاي بلوتو دونك لازمني نلمها البيتا ذي ما عندي حتى حل هلا رجعنا البسته دي خطر بيرد البيت دونك نحط لكم كل شيء لهنا نبداو باول روبه اللي هي الروبه البيضه هذيا هلا اون فيت هذيا قصيره جوست جو بونس جوست فوق الركبه اما هذه تخيلوها في الصيف مع كومبونسي كراميل وسكر اختمر اللي فاتت من عند شي من عند مشين من عند زغال كراميل يقتل أمان يقتل 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 برانش هذا ولا حتى مش بالضرورة كومبانسي كنت تحبوا يدرس الداون فتصوهم عاش ليك جو لافوا با برشا مع سبيدري خنحسها باش تقصر معناها برشا فهمتوا باركونتر مع شليك راه ياسر مزيانة ومع كومبانسي راه أحلى وأحلى إلي سوبر مانيفيك على برانش تقتل خيتها أون لارش خليني نطويهم بور فير دو لا بلاس غازو ما عنديش بلاصتهم في الغاردروب نتاعي هذيا الثانيه كيف هذيا هذيا طويله روب ميدي قصتهم لكم الكل هنا كيف جاتني سمح ليها بالحق البس وخرج في الصيف سورتو في تونس معني انا نخمم برشا في تونس خاطر عامني والجي او دو لا ميزير باش لقيت حاجات نلبسهم في تونس كي جيت خاطر قعدت برسك شهر ونص في الصيف دونك جي فريمون دو لا ميزير خاطر حويجي الكل قصار معناها دونك ركزت اكثر على توسكي ميدي توسكي تحت الركبه باش نخرج انا رايده نمشي لاي بلاصه في تونس وتبدا مخي يبدا مخي رايد لا كولور جوست مانيفيك انا عندي منها في الغوز هذه عملي اللي خديتها فيها الكغام فيها البيج والبلون محليها على الاخر قماشها ياسر مريح وليجي كالعادة تلقاوهم الكل in the description down below اللي بعدها كيف في نفس ستايل خديت هذيا الجون جوست هذيا افيك ان بو بلوس دي ديتاي كو الاخرى كيما تشوفوا ملبوسه ولا هنا كيف اليد نتاعها هكا بفوني شويه محليها ما عندي ما نقول فيها كيف سي لو ميم ستايل سو سون دي روب فريمون تري 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 سامبل بلو سامبل كو سا يونا با من الاخر طويله ابو ما انا مانيش ياسر فان بهم تو بي انست دونك بيتيتر نقطعها معناها بيتيتر نحيها هكا بسيطه باش دون فاسون ما تبانش نجم تحل هكا نجم نجبدها الكل دونك دون فاسون ما تبانش خاطر مانيش ياسر فان لكن لا كولور اللي تخيم اللي تري تري بيل مانيفيك بور ليتي حاجه خفيفه فيري فريش تحسوها اتس ا فيري فيري فريش اوتفيت بيان سور الكل لازمهم يتحددوا نيكست بون خديت سالوبيت دو سالوبيت دو جامب سوت هذايا كيما تشوفوها لهنا محليها على الاخر كيف حاجه خفيفه حاجه بور شانجي ان بو من الروب فهمتوا وريت سالوبيت اخرين في تيك توك من فري بيبل تجيني الجمعه الجايه نوريكم في الفلوج نتاع الجمعه الجايه ان شاء الله ياسر مزيانه زاد كيف سامبل فيها حتى البنات فريمون فما منها
روبا خيتها عمي وهذه قلت سني برا نجرب الجامب سوت اوفر سايز محليها على الاخر خيتها ام انا دونك vraiment question de changer ni plus ni moins راهو الجامب سوت هذه جو بونس قصتها لكم مانيش تري تري فان بها ما عجبتنيش برشا قصتها لكم اي قصتها لكم المره اللي فاتت نيكست الروبا البيضه هذه اللي هي مانيفيك تقتل تهبل 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 ايديال بور ليتي ايديال بور ليتي محليها مش نورمال بطنة معناها فيها دوبلور اي دوكو ماهيش سي ثرو معناها سكي تري تري بيان اما ياسر مزيانه وياسر محليها انا يعجبوني على الاخر اسمعوا بالرغم اللي هيشيين معناها وسواديزون تشيب وكل شيء اما كي تحطوا معاها لي بونز اكسسوار لي بونز اكسسوار معناها شليكه مزيانه حتى من زغاره مش خاطر انا مثلا في مخي مش بسم على غميس سعوديه على غميس الغوز سوريز تقتل باش تجي تقتل اما تبصوها عندي شليك اخرين من زغا مع شليكه زغا مع صنديل في ساقكم مع كومبونسي مع ساك زغا هذيك خليتوها المره اللي فاتت ولا ساك البولين طوروها اما طوروها قداش مزيانه نتاع برانش نتاع ديت نايت نتاع اي حاجه جو سي با مش عارف شو خشام قهوه مع اصحابك مش الفيستيفال با ما نقولش مش العرس هذا امبوسيبل اما الي جوست مانيفيك هذا انا جادور انا جادور حتى تاع خدمه راه بيان سور كلهم الكلهم ابروبريت فور الخدمه اللي دخليتهم اما ما نتصورش روحي نمشي برشا للبيرو في الصيف تو بي اونست وذ يو وي ويل سي نيكست هذا جاتني كبيره شويه برجوليا نخزر لها اكثر خدمه j'étais pas très impressionnée خيتها en M j'étais pas très impressionnée الحق نتاع ربي اما حليها معناها روبا نتاع كل مول كوا صورت تجي احلى من هكا برشا اللي سوبر ليجير في ال التيسو نتاعها سي اون روب شيميز كلها باللي بوتون معناها احليها بولو فهمتوا لا روب بولو ايديال زاد بور ليتي كيف كيف تلبسوها هذه حتى مع سبيدري تجي مزيانه خاطرها اون فيت محلوله من اللوطه فهمتوا دونك تجيكم ياسر مزيانه مع سبيدري هذه البنات باغ كونتر ما لبست قصتها لكم من غير شو اسمه نلبسوا اللوطا سبانكس دوكم تي بونتين دوما تقولوا معناها ما سبانكس اسمها حاسيلو بستها من غير سبانكس دونك سي لوت تاعي كلها ظهرت سي با غراف ما بينتنيش اما هذه ما بنها تقتل 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 في الصيف انا جو لي زادور دوما كنت قبل كانوا قبل طالعين مش نورمال وقت انا عمري 15 و16 سنه كانوا ياسر طالعين كانوا ياسر نلبسوا منهم بعد ميتو هاو توا رجعوا وتوا رجعوا اللي على البدن ما عنديش جي با دو تو لو كور بور باغ كونتخ هذا ياسر مزيانه نقولكم انا فين تاعي خديتها كان نلقى سينو نحطولكم في الديسكريبسيون انا تاعي خديتها نو ما لقيتش لا تاعي نو تاعي ال سي بون تاعي ال 40-42 فوالا دونك بالحق محليها على الاخر اللي عجبني فيها اكثر تتكركر معليها مش هكا نقول انا طولها مش حلو فهمتوا لي طولها ياسر مزيان ومحليها على الاخر الحق جي ادوري هذه لاست بات نات ليست هي الروبة هذه عندي اختها في الغوز في الغوش عاملي والموتو عليها وسالتوني برشا 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 مرات عليها اللي هي هذيا ياسر محليها ياسر ما بنها لا كولور اي جوست مانيفيك قلت لكم فما حاجه سبق فما حاجه مع لا كولور بلو سني جو سي با سي كوا ما فما حاجه ان توكا عجبني طون ميو بور موا دونك فريمون مانيفيك ياسر مزيان الروبا ياسر محليها فوالا كيف تلبس هذه مع سبيدري ابيض ولا مع سبيدري البنات اللي شريتهولي سيري انا جي فريمون 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 هات للصيف سي انكرويابل نحطهم هوني هنحطكم هوني لحظة بركة رجلنيهم انا جو سي با ولي جو سي با ولي جو سي با قلتلكم ولا لي اما صافي دو جور نقوم ماتتا متاعدي لو معادش يجيني النوم هلو اي دو كو كالي جور يلزمني نحط حاجه باش تترقدني وراجلي كان نحط اي حاجه مسكيني يقوم معناها نمو خفيف على الاخر
عندي نهارين رخصة بيتصالة دونك اليوم باش نحط هذا اوكا او حصل عملكم في الحزب وفي الحسبان على الاخر دا نرقد في البيت هذيا نولي كيستيون من القطر الصالة ياسر قلقتني وما في منيش فيه ما عندنا بوزل ان فيت انا وراجلي بدينا فيها ما هلكت جو بونس دا انا متاكده باش يكرهني قاعدة قلتلكم راح نعبر في البلاصة باش كان هذا غدوة نجي غدوة ما يغدوة على محال قلتلك كي نقوم من النوم غادي نجي نرقد لهنا خير لي من نحط الايباد وخير لي من خير لي من نوم في الصالة خاطر الصالة هدتلي هدتلي كرايمي هدتلي كتافي كهو اوه تعبت على طرف الجهد اللي عملته بغايف اوبس كهو اذا كش حبيت نوريكم من شيين طوى لحظة بركة سو هو غير ما انا راه اوبس فوكس يلو هو غير ما انا راه مازال عندي واحد اخرين اما قلت لك كل مرة باش انتم ما تقلقوش وانا ما نتعبش كل مرة نوريكم اون بارتي من الحاجات اللي شريتهم خاطر شريت برشا حاجات الحق نتاع ربي ما شريتش كين هذوكم معناها اللي ريتوهم عندي بون سور سو انا في راتب جيب لنا العشاء من عند سيرين قلت لك مقبيلي فيري جابت لنا كانولوني ولا شكون فيري جابت لنا كانولي وورق بريك وسيرين تبعث لنا لازانيا وحسو انا ما نطيبش طيبش ما نحبش الطيب دونك ربيتي ما طيبو يدي ما طيبو هكا بورسيون زايده يبعث لي ليا هنا يعطيهم الصحه ويكثر خيرهم وربي يفضلهم لي اي سور سو واتوت قدما صباح النور او بونجور بلوتو اسمو البارح فقت بروحي انا ما كملتش الفيديو ما قلت لكمش باي باي وتفكرت مره ما قلت لكمش باي باي في انستغرام في بلوج قديم يا اخي يو جايز كولد مي اوت دونك جيت جوست نقول لكم باي باي ان شاء الله يكون فلوج هكا تعدي لكم خفيف نظيف وما كانش رزينا عليكم نعرف اللي قال لي اي هاف بين فيري فيري مقصره امور امور فلوجيت وكونتنت سي هوني في في اليوتيوب ولا في انستغرام بوست كلكم تعرفوا علاش عطيني وقت جديزي جو بونس كلكم تعرفوا علاش وخدمه وحاجات امور داخله بعضها بغيف اليوم نهار مهم برشا في حياتي دونك شهر اخر اسالوني اش فما اليوم الجماعه اللي باش يتفكروا شهر اخر اسالوني اش فما اليوم وكهو هذيك هو البنات هذيك هو بالحق يعجبوني الفلوجات خاطر يعريو الانسان وانا تو نجم يقول القائل تو نجم ما عادش نعمل الفلوجات لي نتعدى بالبريود هذيا معناها ونكمل خدمتي ونكمل ايفينمونيتي بعد نرجع اما نحبكم تعرفوه الجنم هذا في ريري نحبكم تشوفوه منحبش نكذب فيه فهمتوا باش نكذب فيه بقدر ما نخبي معناها ها ميسي تشوفوني وانا تعبه وانا تبابا وانا وجهي اصفر وانا 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 فهمتوا خاطر هذيك هي لا رياليتي دي شوز ما يجي حتى شيء بالساهل ما اللي نعمل فيه الكل ما يجيش بالساهل واللي يصير لي بعد الكل ما يجيش بالساهل نون بلو فهمتوا كبش بعد كي وحده تتفكر تقول لك تشري في الساك وكيفاش تعيش وكل شيء تتفكر لي انا نخرج وجهي اصفر ونحكي ونتكلم ونوريكم كيفاه مش من بعد نجي جوست نوريكم هكا الحاجه نو نحبكم تفهموا البروسيس نتاعها مش ما يجي حتى شيء باراشوتي معناها فهمتوا هذاك اش نحب نقول فوالا سور سو صح صح شربتكم كان شقيتو وتركب وشهيه طيبه كان مزلتو بوسكم بوسه كبيره انسيو ان ذا نيكست فيديو ان شاء الله باي.